اقدر عندي موقف؟ عندي موقف وين؟ باركينج اي الله يجعني طيب ايش له؟ بيض الله وجهك وين تبي بيض الله وجهك؟ وين رايح؟ بجيك طيب الى ما تجي انا عندي سؤال صراحه الركان اسلم موقف يقولنا عطنا موقف ركان قل له نبي الموقف هذا اللي وانت صغير لا يقول قل له نبي موقفك وانت صغير يوم تروح الدمام ورحت الكويت كملت على الكويت والرساله وصلت لابوك هذا كل الحين سؤال صاحب الرساله هذا وش بيوصل يبي يصير مشاكل اسريه من جديد بيني وبينه يعني صارت مشكله ولا يبي شخصنها يعني ما يبي يعني متخبي ها متخبي يعني رايح الدمام بعدين رحت الكويت فجاه كذا سبحان الله كم عمرك كان؟ هذا مو ب بعدين هو في 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 ثلاث مواقف اصلا زي كذا في علني في الدمام بعدين قطر وفي علني في الدمام وبعدين كنت في البحرين وفي علني في الدمام وكنت في الكويت وكلها يعني متقاربه يعني مو قديمه طيب وليش وليش يعني يقول انا رايح مثلا قطر رايح البحرين رايح الكويت شو مشكله يعني هو لو اقول لها انا رايح قطر خلاص كانها مسيره 100 عام وركان بيقضي والعدو بجاي فهمت؟ ايه قصدك كذا هجرة يعني ايه هو ما يداني اني اتباط فهمت؟ او انها تباطاني ايه لو اقول اني رايح الكويت هذه مسيرة 2000 عام فهمت؟ هي على حسب البحرين كذلك فهي قصة طويلة يعني ما تقدر تقولها ابدا؟ بقولها في الريالة في وعد اوكي ما ترى ما ننساها ترى ابد لا في تذكرها دايم ابد اول ما نخلص الحين بقولها في بيض الله وجهك سلطان الامير تكفى رجع الكرسي محله عشان ما تغطي على زميلك اللي معي بدك تقيم معنا اليوم ودي اكل ودي اكل مو بدي اقيم ودي اكل والله اني مثلك الملح مسوي له مشاكل خاشرهم لكن ان شاء الله يبقي لنا سائل وين خاشرهم خاشرهم طيب وصل مرحله انه مو بيبي يقيم ترى سائل تراك انت هنا للتقييم مو بلكن يقول ركان ما يدري يقول سائل هنا ياكل الاكل كله ولا يقيم هو سؤال بس نعم سائل توقعها مني سائل ايش فيك نفسيا اليوم نفسيا لاني من موجود ترى عشان كذا هو منفس مو بعاجبه الوضع انه ما صار العدل هذا اللي يتكلمون عنه مع انه ما اشوف انه يعني عدل يوبا ما شفنا عدل يوبا يعني ايش قصدك انت يوم تتكلم انا اقول عدل يعني افهم يعني مو بعدل يعني قصدي عدل طيب ليش تتكلم انت باللهجه هذه تقصد حمد يعني تفهم انت حمد انا ما يدخل والله الله 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 يعجبني الباص حقك تفهم انت وياه انا ما لي علاقه والله شوف عاد حمد عاد نمون عليه احنا يا زينه فحاول لا الامور طيبه معنا لا الامور طيبه ان شاء الله بس اليوم بشتكيك ها كيف اشتكي؟ عمك شو ايش انت لو تبغى دمي اعطيتك اياه بشتكيك كيف اشتكي؟ والله يجيك تكف الشيف هذه وسخه جاله بالعافيه يا شيفنا الجميل الله يستر يا اللي يدق في الانستغرام حتى الانستغرام تدق في خاصيه والله احنا من زمان هنا في خاصيه الانستغرام تدق والله قديم قيم والله شوف 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 والله العظيم اقدر الحين اكلمك في الانستغرام شوف شوف اي كل هذه اتصالات خير ان شاء الله طب رد دمان خلنا نشوف الصوت لا مستحيل ليه؟ مستحيل ليه؟ عبود يودع عبود تبي بنت علي تخنقني؟ اي بس تعرف انت رد علي ممكن بليز لا مو بليز ولا راح ارد سلامات ممكن رد علي